السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديد على قناتي. هذا الفيديو راهو غير في الكوزينه وشويه برك برا، ما قعدتش هاد الايامات باش ندير لكم وصفه ولا نصور، يعني لي ظروف وجوني تاني ضياف، الله غالب ما قدرت كيفاش نصور وكيفاش يعني نلها ونحط كاميرا، راكم عارفين. المهم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. نهار اليوم نهار السبت كما كنتوا تشوفوا ما شاء الله الحر شباب، رحت لواحد البارك عجبني وصورت لكم، ورحت تاني لكارفور بصح ما صورتش بزاف، كاش نهار ان شاء الله نعاود نرجع لكارفور. عجبني برك هاد لو بونوم كما كنتو تشوفوا تاع لا نوال صا يبداو يوجدوا. وهنا دخلت للدار درت كسرة تاع الخسيس، هاد الخطرة درتها شوية غليظة ملحمة، ودرت فيها الزرارع اللي هي حبة الحلاوة والسانوج. جات شنقول لكم شيرة، جات كاطو كاطو بنينة بنينة ما شاء الله، راهي خفيفة ساهلة بالخف توجديها القهوة العشية، ميم تنجمي تفطري بها سيرتو لا درتي فلفله ولا سيرتو سلطه مشويه تاع فلفله والدنجال تجي علامه بنينه. دونك درت هاد الكميه، ثلاثه خبزات عطاتني، راح نسقم تاني الخبزه الثالثه ونطيبها. راح ندير تاني للحشاء المسمن، مسمن تاني وصفه ما صورتها لكمش من البدايه، بصح راح نقول لكم شا فيها وشا ما فيهاش. خليكم معايا دوك نقول لكم على الوصفه تاع المسمن، غير باش ما نغيبش عليكم قلت نصور هاد اللقطات. سمحوا لي برك ما صورتش هاد اليامات وما درتش فيديو كيما العاده، ان شاء الله بروشانمو يعني في المستقبل راح نصور كاش وصفه ولا كاش حاجه ونشاركها معكم. دونك في الوصفه تاع المسمن هنا شا كنت درت كيلو تاع السميد الرطب، بصح ماشي انا اللي كنت عجنتها، كنت بحرام العجانه هي اللي عجنتها والله العظيم الله يعطيها الصحه البيتخان ما شاء الله الله يعطيه الصحه. شا نقول لكم، درت كيلو تاع السميد الرطب، كنت عبرت بواحد الغرفيه وزنت كيلو، دونك جاتني هذيك الغرفيه الزرقاء راكم تشوفوا فيها الزيت زرقاء ولا خضراء والله ما على بالي. المهم اللي فيها الزيت هذيك راكم تشوفوا فيها، درت ثلاثه معمرين، دونك جاتني كيلو كي وزنتهم في الميزان هكا باش نعرف الحساب، درتهم في الميزان جاوني ثلاثه كيلو، تما ثلاثه غرفيات كيلو سميد. درتهم قلت لك في العجانه، درت مغرف ملح كبيره ممسوحه، درت زوج مغارف تاع الخل، الخل يخلي لك العجينه تاعك كيما كي تشوفي تكسليها ما تتقطعش، يعني قليل وين تتقطع لك شويه ولا هذيك سي نورمال، من ترقيها بزاف اوبليجي تتقطع لك. كيما راكم تشوفوا العجينه جات كيما الكتان ما شاء الله، جات تشوفوا كيفاش مرخوفه وطالقه روحها. قلت لكم درت كيلو تاع السميد، مغرف ممسوحه تاع الملح، وزوج مغارف تاع الخل. الخل هو سر نجاح المسمن والرقاق والمحاجب كذلك. وبديت نزيد في الماء في العجانه، درت هذا في النيميرو 2 قاعده تخلط، ونزيد في الماء دافيه ماشي بارد من الحنفيه بصح دافي. بديت نزيد في الماء غير بشويه والعجانه تعجن، دونك باليبس عجنتها لي باليبس، عاد باش بديت نزيد لها في الماء وخليتها تدلك، يعني دليك اكثر من الماء، خليتها تدلك اكثر من نزيد لها الماء. كي بدات العجينه تاعي تطرى بديت نزيد لها غير بالجغمه تاع الماء، يا ربي بزوج مغارف تاع الماء، ونخلي ثاني العجانه تدور اكثر من اللي زدت لها الماء، غير بشويه بشويه حتى تحصلت على العجينه تكون طريه. نتوما ديجا لا تيكستور تاعها كي تشوفوها تعرفوا باش تحبسوا لها. خليت العجينه تعجنها بالك نقول لكم تقريبا نص ساعه، خليتها غير في النيميرو 2 ما درتش 3 و4 غير وحده وحده، نص ساعه وهي تعجن فيها على غرضها، رجعتها لي كيما شوينغوم، شفتوا شوينغوم رطبه وتتكسل الاستيك وما تتقطعش. بعد ما عجنتها لي وخرت لو بول تاعي من العجانه، سقمت العجينه تاعي صنعتها هكا اون بول، غطيتها بسربيتها خليتها تنزل، هذيك العجينه خليتها تنزل واحد النص ساعه هكا خليتها تنزل، عاد باش رحت نبيزها. جبت السنيد تاعي دهنته بالزيت وبديت يعني طليت يديا بالزيت وبديت نبيز فيها، يعني نبيز هي نديرها كريات صغيره، درت كريات على حساب الحبه تاع المندرين وكل وحده تتحكم في الحجم تاع الكره تاعها. غادرت لهم الزيت كذلك، طليتهم الفوق بالزيت، دونك البلا تاعنا مدهم بالزيت وحطينا الحبات وزدنا طليناهم بالزيت، غطيتهم بالفيلم اليمونتيغ وخليتهم يريحوا ساعتين. دونك كان عندي الوقت، انا عجنتهم مور فطور الصباح، خليتهم حتى الحشيه باش درتهم. دونك خليتهم كيما قلت لكم واحد الساعتين ولا ساعتين ونص، المهم فوق ساعتين العجينه تطلق روحها علامه. بعد ما يريحوا انا خليتهم ديجا بيستهم غطيتهم، رحت نبريباري لاصوص تاعنا. لاصوص هنا عندي واحد الكيلو تاع بصل، كنت قطعته هكا غوندال ولا شرائح، كي يقولوا شرائح يكونوا شويه رقاق، درت شويه زيت في المقله تاعي، قليت البصل خليته على نار هاديه، مره نروح نحركه حتى دبال ولا صفر، تما عاد درت عليه ثلاث حبات طوماطيس كبار،
غابي حمرين مربيين درتهم عليه ودرت شويه ملح وشويه حرور. هذا مكان مره مره نروح نحرك لاصوص تاعي حتى نشفت من الماء. بعد ما نشفت من الماء درتها في زلافه كبيره وخليتها تبرد على جهه في الكوزينه. كي بردت لي لاصوص تاعي بديت بعدا كيما راكم تشوفوا بديت نخدم في الحبات. رايحه ندير حبات صامتين وني موجده الهريسه باش ندير حبات حارين لينا حنايا. كما تعرفوا الدراري ما ياكلوش الحار، رايحين نديرو ما توفرش عندي الجعبوط ولا الحار، على ديك درت الهريسه. خليكم معايا شيله ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. اي استفسار ولا ديجا ني دايره وقلم حاجب مي صافي لونطون صافي عامين ولا ملي درتهم. هذه هي الوصفه تاعهم، راهي سهله. وشوفوا ما شاء الله لاباط تاعنا كيفاش تساعدنا كيفاش نحلوها، تجي سهله. هذاك الخل كيما قلت لكم هو المحسن تاع العجينه تاعنا وما يخليهاش تقطع لك بزاف. خليكم معايا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله نوري لكم كيفاش خرجوا الحاجب تاعنا. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانت مسليا روحي يا الغزال فاطمه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانت مسليا روحي يا الغزال فاطمه. وغلقت عنوان ابن رحمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. داويتي جسمي عمري بالعز وحكمي، ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي والرقيب بصرو عامي، والحسود فبلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار
كنت كملت المحاجب تاعي، كنت سربيت للدراري اكله، وهادو هما المحاجب تاعنا، يجوا طريين، يجوا ما شاء الله معمرين بلا فخس. هادو الحبات اللي كانوا درت فيهم الحار يعني الهريسه، جا حارين وطريين كما قال لك، محاجب سخونين وحارين وبنان. ان شاء الله تعجبكم الصفه تاع نهار اليوم. شينات اكيد راح نحل لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات في الوسط. وكاين لي عمرهم بلا فيون داشي، كاين لي يعني هاد المحاجب كل واحد وكيفاش يديرهم. بصح الوصفه الاصليه اللي نعرفوها من زمان من وقت جداتنا وماتنا اللي هي بصل وطوماطيس، هذا ما كان كاين يديروا فيها الفلفله ثاني تجي على ما بنينه. كانت عندي فلفله ونسيت ما درتهاش، معليش غير بالبصل والطوماطيس ويجوا بنان. هنا راهم حامين، نكسر لكم حبه في الوسط شوفوها كيفاش طريه ومعمره، يعني الحشوه تاعها معمره مليح في الوسط بالصحه والراحه وكثر خير البيتخا. والله لو كنت باغيتهم وعجزت باش ندلكهم، صراحه نبغي ندلكهم بزاف انا بيدي، بصح كي نكون عيانه البيتخا هي اللي العجانه هي اللي تسلك. ما تنساونيش بالجام حبيباتي، وان شاء الله نقولكم تبقوا على خير الفيديو القادم ان شاء الله.